الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. قال الأفاكون بأن القرآن فيه أخطاء نحوية. كلام غريب. القرآن الذي يعتقد العلماء بأنه أعظم ما عرفته العرب وأعظم ما عرفته البشرية فيه أخطاء نحوية؟ يقولون نعم، القرآن فيه أخطاء نحوية. وقال بعضهم: لأني درست النحو في المرحلة الابتدائية، فإذا بي أجد أشياء على خلاف ما درسته في المرحلة الابتدائية. وكان ظنه أنه أحاط باللغة العربية حين درس بعض قواعدها في المرحلة الابتدائية. قبل أن أستعرض هذه الموضوعات التي قالوا أخطأ القرآن فيها، أود أن أذكر بعض النقاط تقعيدا لهذه المسألة. المسألة الأولى: علماء اللغة وأساطينها في الصدر الأول سمعوا القرآن العظيم فما استشكلوا شيئا فيه أبدا، مع أنه كان فيهم أعاظم شعراء العرب، كان فيهم لبيد بن ربيعة، وكان فيهم كعب بن زهير، وهم من أصحاب المعلقات. ومع ذلك فإن واحدا منهم لم يستشكل ما استشكله هؤلاء الذين يتحدثون عن القرآن وأن فيه أخطاء نحوية. كان العرب حينذاك حريصين على إيجاد أي خطأ أو اكتشاف أي ثلمة في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في القرآن، وكانوا أعداء له، ومع ذلك لم يجدوا شيئا يطعن فيه على القرآن العظيم من هذا الاتجاه. لذلك لا تجد في أعداء الله عز وجل الذين كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من تحدث عن شيء من هذه الأخطاء التي يتحدثونها، مع أنهم كانوا كما وصفهم الله عز وجل قوما لدا، أي فيهم لدد ومجادلة، لكن مع ذلك لأنهم يحترمون عقولهم لم يقولوا شيئا مما يقوله أساطين العربية اليوم الأعاجم المستعربون الذين قرأوا في المدرسة الابتدائية بعض قواعد اللغة العربية فظنوا أنهم أحاطوا بلغة العرب. قاعدة ثانية: اللغة في أصلها لغة سماعية وليست قاعدية، بمعنى أن العرب ما كانت تعرف أبنائها تقول لهم الفاعل لازم يكون مرفوع، إما يرفع في الضمة وإما يرفع بالألف، فالعرب كانوا يدركون هذا بالسليقة. فالعربي بمجرد أن يجلس مع أولاده أو يجلس مع أهله ومع ذويه ينقل إليهم لغة العرب فيتعلمونها من خلال السماع لا من خلال القاعدة. هذا الأمر بقي طوال عصر الاحتجاج الذي يذكر علماء اللغة أنه ينتهي في عام 150 هجري. إلى عصر الاحتجاج، إلى نهايته في عام 150 هجري، العرب ما كانت تضع قواعد في لغتها، إنما تتعلم اللغة بالسليقة. لكن في القرن الثاني الهجري دخل غير العرب في الإسلام، الفرس والترك والروم وغيرهم، فبدأ يظهر اللحن في اللغة وفشى بين الناس اللحن. لذلك تداعى علماء اللغة إلى تقعيد اللغة. لماذا؟ لظهور اللحن وفشوه في غير العرب وانتقاله أيضا إلى العرب، فظهرت مسألة تقعيد اللغة. والذي قعد لغة العرب إنما قعدها حفاظا على القرآن العظيم، فقد قعدها العلماء المسلمون الذين أحبوا القرآن وحفظا للغة القرآن وضعوا هذه القواعد. لكن العرب قبل هذا التقعيد لم تكن تعرب على نسق واحد، كان لها أساليب، فلكل قبيلة لها فصاحتها ولها جزالتها ولها شعراؤها ولها أساليبها في البيان، وكل هذا فصيح لا غبار عليه، كل هذا إثراء من هذه القبائل للغة العرب. فلا يستطيع الواحد فينا أن يقول عن قبيلة من قبائل العرب بأنها جانبت الفصاحة. لماذا؟ لأنها خالفته في شيء لم يتعلمه في المرحلة الابتدائية. بعض هذه القواعد
التي وضعها المسلمون إنما وضعوها على الشائع في لغة العرب. قواعد اللغة كثيرة، أو ما يسمع عن العرب كثير، فعندما أرادوا وضع قواعد وضعوه على الشائع في لغة العرب الذي يكثر عند الناس، وتركوا ما تتفرد به قبيلة دون قبيلة. لكن لا يمكن أن نقول عن هؤلاء العرب الأقحاح الذين تفردوا بأمر ما بأنهم أخطأوا حينما قالوا كذا أو كذا. دعونا نضرب على ذلك مثالا. المعلوم الآن في قواعد اللغة بأن الفعل إذا استوجب فاعلا يستوجب فاعلا واحدا، فلا يمكن أن يكون في الجملة فاعلين. فإذا وجد ضمير يدل على الفاعل فإننا نحذف الاسم الظاهر الذي يدل على الفاعل. مثلا نقول جاء المسلمون، نقول جاءوا ولا نقول جاءوا المسلمون، هذا المشهور الآن عند العرب. لكن قبيلة طي وهي قبيلة فصيحة عربية أصيلة كان عندها لغة أخرى تخالف الشائع بيننا اليوم، فكانوا يقولون جاءوا المسلمون، جاءوا المسلمون، فيذكرون الضمير ويذكرون أيضا الاسم الظاهر. وهذه لغة مشهورة عند العرب تقول لغة أكلوني البراغيث، أكلوني البراغيث، فذكر الفاعل ضميرا مستترا وذكره أيضا اسما ظاهرا، مع أن الشائع عند غيرهم من العرب أن الفعل له فاعل واحد. وهذا الأمر ذكره شعراؤهم وخطباؤهم وبلغاؤهم. نأخذ على ذلك قول شاعرهم: رأينا الغواني الشيبة لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضر. رأينا الغواني، فذكر ضمير الفاعل هو نون النسوة رأينا، وذكر الغواني وهي فاعل اسم ظاهر، وهذا ليس من الخطأ، فهذه لغة قومه. فإذا جاء آت في آخر الزمان من أعاجم العرب فقال أخطأ هذا الشاعر، فلا ريب أنه أولى بأن يتهم بالخطأ. أيضا يشيع عند الناس استخدامات معينة، فلا يحق لهم أن يقولوا عن الاستخدامات التي لا يعرفونها بأنها خاطئة. فمثلا كلمة الذين، هذه كلمة شائعة عند العرب الآن، لكن أيضا هناك كلمة كانت شائعة عندهم حين ذاك أو عند بعضهم تقول اللذون أو تقول اللذو. فإذا سمع بعض أعاجم العرب اليوم سمعوا كلمة اللذو أو اللذون سيقول أخطأ هؤلاء العرب، والحقيقة أنه هو الذي أخطأ. فبني عقيل من العرب كانوا يستخدمون هذه الكلمة، يقول شاعرهم: قومي اللذو بعكاظ طيروا شررا من روس قومك ضربا بالمصاقيل. قومي اللذو، فلا يجوز لقائل أن يقول اليوم بأنهم أخطأوا. ومثله قول الشاعر: نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة ملحاحة. فيأتي بعض أعاجم العرب اليوم يقول: كيف يقول نحن اللذون؟ المفروض أن يقول نحن الذين، لأنه لم يعد هذا الاستخدام الفصيح الذي تعرفه العرب. أيضا قبيلة هذيل كان لها استخدام قريب، يقول شاعرهم: هم اللاؤون فك الغل عني بمروي الشاهجان إلى الجناح. يقول هم اللاؤون ولا يقول هم اللائي، فهل يجوز لإنسان ما أن يقول عن قبيلة هذيل بأنها كانت تلحن؟ لا، قبيلة هذيل أصل من أصول العرب، وما تقوله أصل في لغة العرب، وما لم يعرفه هؤلاء هو الحقيقة الذي يتهم فيه، وهو الذي ينبغي أن يتعلم من جديد. فلغة العرب أكبر مما يتعلمونه في المرحلة الابتدائية. بعد الفاصل يتجدد لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا من جديد. القاعدة الثالثة التي نضعها في وجه أولئك الذين يتحدثون عن وجود أخطاء في القرآن الكريم، نقول: يا هؤلاء، هل تعرفون من الذي وضع قواعد اللغة ومن أين استخرجها؟ قواعد اللغة العربية وضعها المسلمون، سيبويه وابن خالويه ونفطويه والخليل بن أحمد، هؤلاء هم الذين وضعوا قواعد اللغة. لكن من أين أتوا بقواعد اللغة التي وضعوها وقد قلنا بأن اللغة سماعية؟
إنما استخرجوها من القرآن العظيم. فكيف يأتي أناس بعدهم فيقولون القرآن أخطأ لأنه خالف قواعد اللغة؟ وقد قلت بأن قواعد اللغة هي مأخوذة من القرآن العظيم، فلو كان هناك خلاف كما زعموا فإن اللاحق هو الذي خالف السابق، ويبقى السابق هو الأصل الذي ينبغي أن نحاكم إليه. دعونا نأخذ بعض الشواهد التي ذكروا بأن القرآن أخطأ فيها. قالوا أخطأ القرآن في القراءة المتواترة وهو يقول إن هذان لساحران. قالوا درسنا في اللغة العربية في المرحلة الابتدائية بأن اسم إن منصوب وأن خبرها مرفوع، فالمفروض أن يقول إن هذين، فلماذا قال القرآن إن هذان؟ قالوا هذا لحن من القرآن العظيم. وهؤلاء وقف علمهم عندما تعلموه في المرحلة الابتدائية، لكن لغة العرب أكبر من ذلك بكثير. هناك قبائل في لغة العرب تنطق بالعربية بفصاحتها، كقبيلة بالحارث بن كعب وقبيلة زبيد وخثعم وهمدان وغيرهم من قبائل اليمن، يلزمون المثنى الألف مهما كان موقعه من الإعراب. المثنى إذا كان منصوب منصب بالألف، وإذا كان مرفوع يرفع بالألف، وإذا كان مجرور يجر بالألف. يقول مثلا مررت برجلان ولا يقول برجلين، قبضت منه درهمان ولا يقول درهمين، جلست بين يداه ولا يقول بين يديه. فهذا أمر تعرفه العرب في بعض قبائلها، وهذا الأمر لا يمكن أن يقال عنه بأنه لحن، لأن قبائل عربية أصيلة تنطق بمثل هذا، وشعراؤهم فحول اللغة كانوا ينطقون به في أشعارهم. من ذلك قول هوبر الحارثي: تزود منا بين أذناه، ولم يقل بين أذنيه، تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاب التراب عقيم. إذن بين أذناه ولم يقل بين أذنيه، فهل سيأتي بعض أعاجم العرب اليوم فيقول عن هذا الشاعر النحرير هوبر الحارثي بأنه أخطأ وأنه لحن لأنه خالف ما عرفوه مما تنطق به قبائل العرب الأخرى؟ هل سيقال عن هذه القبيلة الكبيرة بأنها كانت تلحن في لغتها؟ أيضا شاهد آخر في قول جرير بن عبد العزى الحارثي: فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمما. فقال لناباه ولم يقل لنابيه، لماذا؟ لأن المثنى في لغته العربية الفصيحة يلزم الألف سواء كان مجرورا أو كان منصوبا أو كان مرفوعا. ومثله قول الشاعر: أعرف منها الجيد والعينان ومنخران أشبها ظبيان. إذن يقول أعرف منها الجيد والعينان، أو العينان، لعلي أخطأت فقلت البيت كما أعرفه في لغتي، أعرف منها الجيد والعينان ومنخران أشبها ظبيان. هذا ما يقوله هذا الشاعر بما يوافق لغته، ولو عرض هذا على بعض أعاجم العرب اليوم سيقول قد أخطأ هذا الشاعر، والمفروض أن يقول أعرف منها الجيد والعينين ومنخرين بدل منخران وأشبه ظبيين بدل ظبيانا. لكن هذه لغتهم وهذه قاعدتهم وهذه طريقتهم في نطق اللغة، وهذا إثراؤهم لهذه اللغة، فلا يمكن لأحد أن يقول عن قبيلة طي أو بني حارث أو بني زبيد بأنهم كانوا يخطئون وكانوا يلحنون في لغة العرب. فهذا وجه أول في تفسير قوله تعالى إن هذان لساحرا. هناك وجه آخر يذكره أيضا علماء اللغة، بأن في قبائل العرب من يجعل كل ياء ساكنة إن فتح ما قبلها ألفا، أي ساكنة إن فتح ما قبلها يقلبونها إلى ألف ويلزمونها الألف، وهذا أيضا مشهور عند علماء اللغة وعند أرباب الفصاحة والبيان. يقول أبو النجم العجلي: واها لسلمى ثم واها واها هي المنى
لو أننا نلناها يا ليت عيناها، ما قال عينيها، يا ليت عيناها لنا وفاها بثمن نرضي به أباها، إن أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. لعلك تلحظ أنه ما قال عينيها، إنما قال عيناها، ولم يقل أبا أبيها، إنما قال وأبا أباها. فهل يليق برجل يأتي في آخر الزمان من أعاجم العرب فيقول بأن هذا الشاعر النحرير كان يلحن في لغة العرب؟ إن اتهام هؤلاء بالجهل أولى من اتهام العرب في لغتهم. إذن على مثل هذا نستطيع أن نفهم قول الله عز وجل إن هذان لساحران، فقد وافق ذلك ما تعرفه العرب أهل الفصاحة والبلاغة في لغتها. قطع آخر زعموا بأنه موجود في القرآن العظيم، وذلك في قول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قالوا المفروض أن يقول لا ينال عهدي الظالمون، ظنوا أنها هي الفاعل، والحقيقة أنها مفعول به، وأن عهدي هو الفاعل، عهدي هو الفاعل، ولم يظهر عليه الرفع لأنه من الصعوبة أن تقول عهدي، فلذلك استثقالا لها لا يظهر الرفع على هذه الياء. وهذا مثله كثير في لغة العرب، فمثلا يقول هذا ناله خير، هذا ناله خير، وهذا ناله ظلم. ومثله في القرآن العظيم قول الله عز وجل إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة. ومثله قول الله عز وجل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. فالفاعل في هذه الجملة مثلا نصيب، كما في الفاعل غضب، هذا الفاعل هو هذه الكلمة وليس ما زعموا من مثل قوله الظالمين، فالظالمين مفعول به، والعهد نسب هنا أو نسب النوال إلى العهد، وذلك لاشتمال العهد على هذا النوال. فهذه المسألة وأمثالها إنما أوتي فيها القوم لجهلهم بلغة العرب، ولو عرفوا ما عرفه أبو جهل وما عرفه المغيرة بن شعبة وما عرفه أولئك الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ممن عرفوا البيان والفصاحة لألزموا أنفسهم السكوت، وسكوت ذلك في حكمة خير من كلام في ضلال وفي خطأ وفي سهو. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن عرف قدر القرآن وعرف منزلته، وممن تتبع القرآن العظيم فحفظ حروفه وحدوده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة